بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في محاضرة الجغرافيا الاقتصادية للدكتور منور الهيتي واستكمال الفصل الأخير تحت عنوان مشكلة الغذاء في العالم. اللقاء الماضي انتهينا مع بعض في عرض أبعاد مشكلة الغذاء من حيث الزيادة السكانية، والبعد الآخر المتمثل في عدم التوازن بين الزيادة السكانية والزيادة الإنتاجية أو إنتاج مورد الغذاء. الآن نستكمل اللقاء في مقترحات من مشكلة الغذاء. أول عرض عندي أو أول مقترح عندي اللي هو عبارة عن ضبط النسل. لا شك أن ضبط النسل وتنظيمه قد حقق نجاحا مهما في بعض الدول، وهو عامل حاسم في مواجهة مشكلة الغذاء عملا بمبدأ الوقاية قبل العلاج، وذلك لتحقيق التوازن بين السكان وبين الزيادة الإنتاجية في المدى القصير، نظرا لأن معظم الزيادة السكانية في دول نامية عاجزة أساسا عن تدبير احتياجاتها من الغذاء. نمرة اثنين، لابد أن تكون هناك زيادة الإنتاج، اللي هي زيادة الإنتاج. وزيادة الإنتاج طبعا من خلال سياستين واضحتين هما، لا أول حاجة عندي عبارة عن التوسع الأفقي. تاني حاجة عبارة عن التوسع الرأسي. التوسع الأفقي عبارة عن زيادة المساحة المنزرعة بالاستصلاح. ولا شك أنها هي سياسة الأجل الطويل التي لا تأتي ثمارها إلا بعد مدة طويلة، وهو الطريق الصعب لزيادة الإنتاج وهي مرتفعة التكاليف نظرا لما تتطلبه من تسوية للأرض وإنشاء شبكات للري والصرف وإنشاء سدود وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. ولذلك هذه السياسة سياسة الأمد الطويل. ولكن رغم ذلك نستعرض مع بعض أبناء الطلاب كده إمكانات التوسع الأفقي على مستوى الكرة الأرضية. أولا أنا عندي المساحة المزرعة كما سبق عرضها 15% من يابس العالم. يعتقد البعض أنه من الممكن استصلاح مساحات زراعية لا تتعدى مساحات صغيرة جدا، وده رأي المتشائمين. بينما عندي رأي المتفائلين يرون أنه من الممكن استضعاف مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة حاليا تعادل ضعفي المساحة المزرعة. وبالتالي هنلاحظ مع بعض يا أبناء الطلاب أن أنا عندي عدة مناطق يمكن فيها زيادة المساحة المزرعة. لا شك أن أعظم منطقة للتوسع الزراعي موجودة في الجهات المدارية، في كل من أمريكا الوسطى وإفريقيا المدارية وآسيا الاستوائية، ودي موجود فيها حاليا نمط زراعي بدائي متنقل. لو أضفنا لهذا أيضا إقليم السافانا الذي يستخدم في الرعي، وتربة السافانا تربة خصبة كما نعلم جميعا أبناء الطلاب وصالحة للزراعة، ويمكن التغلب على موجات الجفاف فهذه التربة التي تتعرض لها من خلال تدبير مصدر آخر للري وقت الجفاف. لا شك أن هذه المناطق أبناء الطلاب التي أشرت لها تعد إمكانات هائلة للتوسع الزراعي، ولكن يجب التغلب على المشكلات التي تواجهها، مثل ضرورة تغيير جذري في نظام وطرق الزراعة. وأيضا هذه المناطق بحاجة إلى ثورات اقتصادية للنهوض بالاقتصاد والزراعة. وعموما يمكن استصلاح مساحات هائلة تقدر بنحو 260 مليون هكتار في أفريقيا المدارية وأمريكا اللاتينية. أضف لهذا من الممكن استصلاح 40 مليون هكتار في جنوب شرق آسيا، يبقى كده عندي مساحة كبيرة جدا يمكن استصلاحها تلك المناطق الثلاث. أيضا الصحاري الحارة الجافة يمكن استصلاح مساحات كبيرة هنا بتدبير مياه للري، وذلك بعد إنشاء السدود والخزانات على الأنهار التي تخترقها مثل السد العالي. أيضا ضرورة البحث عن المياه الجوفية، ولكن يجب تغلب على مشكلات الزراعة في الأراضي الصحراوية التي من أهمها غياب رأس المال وتواضع التكنولوجيا وعدم الاستقرار السياسي. ننتقل بعد ذلك أبناء الطلاب إلى المنطقة المعتدلة. عند منطقتان، الأولى في جنوب شرق آسيا، عفوا الأولى في جنوب أستراليا، والثانية سهول البرازيل وأوروغواي اللي فيها رعي تجاري حاليا. لو ضفنا لهذا أيضا منطقة البوتزل في روسيا وكندا، لا شك أن أنا أقدر أحصل على 250 مليون هكتار على الأقل. أضف لهذا إفريقيا وأمريكا الجنوبية أيضا يبقى عندي مساحات هائلة للتوسع الزراعي. الأمر الذي يدعو إلى القول بأن قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية معلق عليهما الأمل الكبير فيما يتعلق بزيادة المساحة الزراعية
لمواجهة مشكلة الغذاء في العالم. نيجي بعد ذلك أبناء الطلاب إلى السياسة الثانية اللي عبارة عن سياسة التوسع الرأسي. والتوسع الرأسي معناه زيادة الإنتاجية، وذلك بالتركيز على زيادة إنتاجية كل من الفدان والرأس من الحيوان. وإذا كانت سياسة التوسع الأفقي هي سياسة الأمد الطويل والطريق الصعب، فإن سياسة التوسع الرأسي هي سياسة الأجل القصير، لأن ثمارها تظهر في نهاية الموسم الزراعي بعد تطبيق الأساليب العلمية الحديثة. ولا شك أن معظم الدول النامية تمتلك في الوقت الحاضر أساليب التقدم الزراعي، وذلك بعد استيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة. ولكن عموما يمكن تلخيص أساليب السياسة الرأسية الواجب اتباعها لذات الإنتاج الزراعي في النقاط التالية. أول نقطة عندي انتقاء البذور ذات الوفرة الإنتاجية مثل الأرز الفلبيني في الشرق الأقصى بعد زراعته، وأيضا مثل القمح المكسيكي، القمح المعجزة. وبالمثل يمكن العمل على تحسين سلالات معظم المحاصيل الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية لتوفير منتجات الألبان واللحوم والبيض بكميات كبيرة وبنوعيات جيدة. نمرة 2 من سياسات التوسع الرأسي تحسين خصوبة التربة، وذلك باستخدام المخصبات العضوية والأسمدة الكيميائية، وأيضا اتباع دورات زراعية مناسبة للمحافظة على خصوبة التربة. نمرة 3 مقاومة الآفات والحشرات. لا شك أن الآفات والحشرات تؤدي إلى تدمير كميات كبيرة من الأغذية سنويا، لا سيما عند تخزينها أو نقلها، ولذلك يجب الاهتمام بإنشاء الصوامع الغلال ومخازن الدقيق وثلاجات الحفظ لتفادي تلك الخسائر. 4 الآلات الزراعية. لقد أدى استخدام الآلات الزراعية إلى تطور في الزراعة في الدول المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا، وأدى هذا إلى زيادة الإنتاجية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة استفادة الدول النامية من تلك الآلات للنهوض بالإنتاجية شأنها في ذلك شأن الدول المتقدمة. جيم ضرورة اتباع سياسات زراعية رشيدة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وضمان استقرار سياسي في الدول النامية ليتمتع عمالها بثمرات عرقهم وكدهم. دال ضرورة البحث عن المصادر الأخرى والجديدة للغذاء مثل تربية الطحالب كمصدر غذائي لاحتوائها على البروتين والفيتامينات المتعددة. أيضا يمكن إحداث طفرة في الإنتاج الحيواني بالتوسع في مشروعات الاصطناع السمكي ومزارع الدواجن والارتقاء بمعامل التحويل الغذائي. ها المعونات الغذائية الخارجية. لا شك أن الدول المتقدمة تتمتع بفائض في الإنتاج الغذائي، وقد تجد صعوبة في تسويق هذا الإنتاج في نفس الوقت الذي تعاني فيه الأقطار المتخلفة من نقص في إنتاج الغذاء. ودفع هذا الوضع فريق من الخبراء بأن حل مشكلة الغذاء في الدول النامية يعتمد على استغلال إمكانات الزراعة في الدول المتقدمة، وبالتالي تقديم الغذاء للدول النامية. إلا أن هذه السياسة لها أثرها المدمرة على البلدان النامية والمتمثلة في سيادة روح الاتكالية وعدم القدرة على الإنتاج، طالما أن الإنتاج يأتي إليها من الدول المتقدمة. أضف لهذا أن كثيرا من المواد الغذائية قد تتلف بسهولة في زمن قصير أو يصعب نقلها للدول النامية. ولا شك أن للمعونات الغذائية الخارجية عدة آثار سلبية، منها أنها لا تتيح للدول النامية التي تتلقاها حافزا على الإنتاج. أيضا منها أحيانا
تعطى المعونات الغذائية لدول تمتلك إمكانات زراعية هائلة لكنها كامنة بدون استغلال مثل السودان، وبالتالي تظل هذه الإمكانات معطلة دون استثمار طالما أن الغذاء يأتي إليها من الخارج. أيضا منها أن المعونات الغذائية الخارجية معظمها معونات غذائية وليست اقتصادية، ويجب أن تكون على شكل استثمارات تهدف إلى النهوض بالإنتاجية من خلال إنشاء سدود وإنشاء شبكات لري الصرف وإلى غير ذلك كمشروعات بنية أساسية للنهوض بالإنتاج الزراعي. أيضا المعونات الغذائية الخارجية عموما لا تشجع فلاح الدول النامية على الإنتاج طالما أنه ينتظر المعونة. أيضا تعرقل المعونات الغذائية الخارجية المتدفقة من الدول المتقدمة فرص التصدير أمام الأقطار النامية. وعموما من خلال العرض هنلاحظ أن المعونات الغذائية الخارجية ليست كلها شر، وإن كانت هي أمر غير مريح فهي أيضا ذات وجه إنساني طيب، كما أنها ضرورة ملحة وقت الانهيار الطارئ للإنتاج الزراعي لدفع شبح المجاعة عن شعب من شعوب العالم. وبالتالي أبناء الطلاب بعد عرض هذه المشكلة هنلاحظ أن هذه المشكلة معقدة وهي من أخطر المشكلات تواجه الدول النامية نظرا لعدم قدرتها على تطور الإنتاج. وبالتالي ندعو الله أن ترتقي الإنتاجية في معظم دول العالم النامي حتى تكون قادرة على إشباع رغبات سكانها من الغذاء. شكرا أبناء الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.